إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلازلنا في كتاب تهذيب تسهيل العقيدة الإسلامية، ووصلنا في نهاية مبحث الكفر الأكبر الذي هو المبحث الثاني من نواقض التوحيد. إن شاء الله الامتحان قد قرب كما تعلموا، والكثير من إخواننا يعني لا يذاكر إلا مع قرب الامتحان أو كده، ودي طبعا ففي شيء مهم جدا، بحيث نحن قدامنا مازال أسبوعين تقريبا عن الامتحان، فقد ندرك إن إحنا نعطي بعض الأسئلة وقد لا ندرك، فلا تعتمد إن هو سيكون فيه أسئلة يعني نموذج معين من الأسئلة تأخذه يعني تذكره فقط، ولكن مسألة انقسام السنة الدراسية للترمين دي أثرت أصلا موضوع أن أنت الموضوع كله 100 صفحة، فالمئة صفحة دي فقط في حد ذاتها يعني إن شاء الله يكون منها 60% من الامتحان، في 40% الزيادات بقى اللي احنا قد يعني أمليناها واهتمنا بيها، فلذلك فمهم أن أنت قد تحاول أن أنت تسمع بعض المحاضرات اللي فاتت، او تحاول ان انت لو بعض اخواننا يعني قد فرغ بعض الاشياء اللي احنا املناها او كده، لان هذه الاشياء ايضا الاملاءات دي مهمة، اللي هي الشرح نفسه والتعقيب على الكلام وبعض الزيادات وغير ذلك، فهذا في يعني ايضا مهم، اللي هيذاكر الكتاب لوحده بس هيحصل النجاح ان شاء الله باذن الله، ولكن هذا يحتاج ان انت تجاوب اجابة بقى نموذجية في 60% اللي هيجوا من الكتاب فقط. الجزء الخارجي ده معنى ذلك ان انت لو يعني فات منك شيء هتبقى على محك الخطر. فالشيء الآخر المهم إن إحنا بنتكلم في مسائل اعتقادية عملية، فهذه المسائل ينبغي إن أنت تكون مذكرها وحافظها وفهمها وتدعو ليها وتحاول إن أنت يعني تقرأ فيها قراءات يعني أخرى إضافية، وقد تسأل في بعض الأشياء التي قرأتها، وتحاول إن أنت تسمع بعض الشروح الأخرى، وتحاول لأن هذا سبحان الله يعني هو أساس وعماد الدين التوحيد والعقيد، فلا يصح إن الإنسان يكون عنده بعض التقصير في ذلك من جانب إن الامتحان مش مشكلة مش هدخل وبأدخل إن شاء الله الامتحان الثاني. إحنا مش بنتكلم في مسألة امتحان بقدر ما إحنا بنتكلم في تعبد لله سبحانه وتعالى وقيام لعمود الدين ولأساس الدين على يعني صفاء ونقاء ووضوح، ويعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. المبحث اللي إحنا وصلنا ليه اليوم في غاية الأهمية، وال يعني لا يعني في الغالب تقريبا معظم الكلام صلى الله عليه وسلم غالب الكلام اللي احنا سنتكلم فيه سيكون من خارج الكتاب، فلذلك انت محتاج النهارده انت تقعد وتكتب، لان في كثير من الاشياء اللي احنا هنمليها من خارج الكتاب، لان مبحث التكفير وضوابط التكفير وموانع التكفير والفرق بين تكفير المطلق والتكفير المعين وغير ذلك، دي من اهم القضايا العقديه الفكريه اللي بتشغل الآن الساحة الإسلامية كلها، وكثرة التطاول بكلمة إن فلان كافر وفلان فاسق وفلان منافق وكذا، وبعض الأفكار التي تملأ ويعني وتروح وتجيء، فلذلك فهذا الكلام إحنا مش بندرسه عشان تروح أنت تطبقه على الواقع، لأننا إحنا قلنا قبل ذلك إن إحنا سبحان الله في مسائل الفروع اللي هي يعني قد تكون أيسر من ذلك 100 مرة، أنت ممكن واحد يجي يسألك في مسألة يعني طهارة وتتحرج ان انت تفتيه وتقول والله طب هسأل، فسبحان الله ما بالك في مسألة من مسائل التي تخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله، فليس لأمثالنا ان هو يحكم في هذه المسائل ويقول بقى ده انا درست الكفر الأكبر والشرك الأكبر يبقى فلان كافر وفلان مشرك وفلان في النار وفلان، لا احنا كل اللي احنا الغرض الأساسي اللي احنا بندرس عليه هذه الأبواب ان احنا لا نقع ابتداء في هذه المحظورات، ونحاول ان احنا نحذر الناس ان هم يقعوا في هذه المحظورات التي قد تؤدي الى الكفر او الشرك. طب واحد وقع بقى في هذا المحظور، ما جيبوش واقول والله، لان بعض المعاصرين في هذا الباب للاسف اللي اخطاوا شبهوا مسائل التكفير بمسائل الرياضيه، يعني يقول لك ايه 1+1=2، لا في مسائل التكفير ما ليست مسائل رياضيه، المسائل التكفير تحتاج الى ان انت تكون مقيم للحجه على الشخص، ومين اللي هيقيم الحجه، وهل الحجة دي عبارة عن وصول بس الدليل لي ولا فهم هذا الدليل، ده كله اللي احنا هنتكلم فيه اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، ولذلك الدرس اليوم عايز تركيز وعايز يعني فهم وفي نفس الوقت عايز كتابة، والشيء الآخر انت ممكن تحتاج تسمعه مرة واثنين وثلاثة إلى أن يعني ترسخ هذه المعاني في ذهنك وتفهم هذه المعاني.
المصنف رحمه الله تعالى قال خاتمة فصل الكفر الأكبر: بعد أن بينت تعريف الكفر الأكبر وحكمه وأنواعه، أحببت التنبيه إلى مسألة هامة، وهي أن المسلم قد يقع في بعض أنواع الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر، والتي قال أهل العلم من فعلها فقد كفر، ولكن شو بقى حطه تحت ولكن دي 100 خط، قد لا يحكم على هذا المسلم المعين بالكفر، وذلك لفقد شرط من شروط الحكم عليه بالكفر، أو لوجود مانع من ذلك كأن يكون جاهلا، كما في قصة الذي أمر أولاده إذا مات أن يحرقوه ثم يذر رماده في يوم شديد الريح في البحر وقال: والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذب به أحدا، فغفر الله له. فهذا الحديث يستدل به المصنف ان هذا الرجل يا جماعة وقع فيه كفر ولا لا، يعني الفعل بتاعه ده ان هو بينكر قدرة الله عز وجل، ان هو في هذه الحالة هو بيجهل او بينكر قدرة الله عز وجل ان هي تجمع او يجمع الله سبحانه وتعالى هذا الرماد فيحاسبه مرة اخرى. الفكر ده او نفسه او الاعتقاد ده كفر ولا مش كفر؟ كفر صح، ولكن غفر الله سبحانه وتعالى له. ليه؟ لأنه كان جاهل، هو أصلا ما فعل ذلك وما أوصى أولاده بذلك إلا خوفا من الله سبحانه وتعالى. فشوف سبحان الله، لو واحد حكم عليه ظاهريا هيقول لك ده كفر، ولكن هو الرجل سبحان الله غفر الله عز وجل له. ليه؟ لأنه فعل ذلك خوفا أصلا من الله سبحانه وتعالى، وجاهل أن قدرة الله سبحانه وتعالى. طب هل ممكن كنا نيجي نقول يجهل قدرة الله زي ده؟ ده من المعلوم من الدين بالضرورة، ده اللي احنا ذكرناه بقى قبل ذلك، إن المعلوم من الدين بالضرورة ده نسبي، بيتراوح من مكان لمكان ومن شخص لآخر ومن بيئة لأخرى ومن زمان لزمان. فهو قد شك في قدرة الله على إعادة خلقه، بل اعتقد ألا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، ومع ذلك غفر الله له لجهله وخوفه من ربه. ومن موانع التكفير للمعين أيضا التأويل، وهو أن يرتكب المسلم أمرا كفريا معتقدا مشروعيته أو إباحته له لدليل يرى صحته، أو لأمر يراه عذرا له في ذل وهو مخطئ في ذلك كله، ويراه عذرا له في ذلك، عذرا له في ذلك، في تصحيف في هذا الكلام، يرى صحته أو لأمر يراه عذرا له في ذلك وهو مخطئ في ذلك كله. فإذا أنكر المسلم أمرا معلوما من الدين بالضرورة مثلا، أو فعل ما يدل على إنكاره لذلك، وكان عنده شبهة تأويل، فإنه يعذر بذلك، ولو كانت هذه الشبهة ضعيفة إذا كان هذا التأويل سائغا في اللغة وله وجه في العلم، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل السنة. طيب خلينا نقف عند ذكر بعض الأدلة، أو يعني قبل بعض الأدلة، عذر التأويل ده، وده اللي احنا أيضا هنفصل فيه الآن، ولكن نشرح كلام المصنف الأول. عذر التأويل هذا أن يعني يفهم شيء، يفهم النص الشرعي، أو يخطئ في فعل نص شرعي أو فهم أو اعتقاد معين، وهو يظن أن فهمه أو فعله هو الصحيح. وقد يكون هذا الذي فهم عالم من العلماء، وقد يكون يدل الناس على ذلك لأنه فهم فهما خاطئا من الدليل أو النص الشرعي، ويسير الناس خلف ذلك العالم، وهو للأسف يعني له عذر التأويل أنه تأول ذلك. ولذلك لم يكفر مثلا العلماء من قال مثلا أن معنى اليد هي القدرة، معنى اليد هي القدرة، لم ليه؟ لأنه متأول، لم يكفره، وإن كان إنكار صفة الله عز وجل في حد ذاتها كفر، ولكن الذي قال ذلك هو يتأول، هو يتأول ذلك ويحاول أن هو يستدل على ذلك ببعض النصوص أو ببعض الأشياء في اللغة أو غير ذلك من أقوال العلماء. طيب إحنا عندنا، هل كل تأويل يا جماعة هيقبل؟ هل كل تأويل هيقبل؟ هل كل واحد يقول لك والله ده فلان ده معذور بالتأويل؟ ولا يعني هناك ضوابط للتأويل؟ في ضوابط للتأويل، اكتبوا بقى هذه الضوابط. الضابط الأول أن يكون المتأول نفسه مسلما، فيكون من أهل الإسلام والإيمان. يعني إيه يكون يا جماعة المتأول نفسه مسلم؟ يعني يكون قد ثبت له الإسلام أصلا يقينا. يعني لو افترضنا أن واحد مثلا بوذي أو نصراني أو يهودي بيقول لك والله أنا فهمت عقيدتي اللي هي العقيدة بتاعته الخاطئة دي
وتأول فيها، هل هذا يعذر؟ لا، ده هو في أساسه لما يثبت له أصل الإسلام. إما مين اللي يعذر بالتأويل؟ اللي ثبت له أصلا الإيه؟ الإسلام يقينا. الشيء الثاني من ضوابط التأويل أن يكون المقصد الباعث له على التأويل، أن يكون المقصد الباعث له على التأويل هو الاجتهاد في تقرير الحق. واحد عايز بيبحث عن الحق، عايز ان هو يطيع الله عز وجل، فاجتهد ووصله اجتهاده الخاطئ الى هذا الامر. اجتهد في تقرير الحق، ولذلك لم يكفر مثلا الصحابة الخوارج، مع ان هؤلاء الخوارج كفروا عثمان وكفروا علي رضي الله عنه وكفروا عامة الصحابة اصلا. ولذلك لما سئل، وده دليل مهم جدا احفظه، لما سئل علي رضي الله عنه في ذلك فقالوا له عن الخوارج هل هم كفار او هل هم مشركون، فقال من الشرك فروا، قال من الشرك فروا. هم ده هم حاولوا ان هم اصلا يفروا من الشرك او الكفر بهذا الذي فعلوه فاخطأ. ولذلك لم يوجد دليل صريح او صحيح عن الصحابة انهم كفروا الخوارج. الضابط الثالث في ضوابط التأويل أن يكون هذا التأويل سائغ في العلم، أن يكون التأويل سائغا في العلم أو اللغة، يعني له وجه قد يفهم له. أما مثلا أن يأتي رجل ويتأول ويقول أن الله عز وجل عياذا بالله يحل في كل المخلوقات، وأن الله عز وجل يعني هو متمثل في كل شيء كما قال أهل الحلول والاتحاد من غلاة الصوفية، هل ده أصلا ليعذر؟ ليه وجه في اللغة؟ ليه وجه في العلم أصلا؟ ليس له وجه لا في اللغة ولا في العلم، فلذلك لا يعذر هذا الذي يقول بهذا الأمر. الضابط الرابع وهو قريب يعني من الضابط الثاني هو أن يكون هذا التأويل ليس من قبيل الجحود، هو لا يجحد، ليس من قبيل الجحود. ولذلك بعض العلماء قال أنه لا تأويل في العبادة، بعض العلماء قالوا أنه لا تأويل في العبادة، أن يأتي أحد والله يقول لك إيه ده متأول إن هو لا يعبد الله أصلا، زي الدروز مثلا والنصيرية، لا دول لا يقبل. ليه؟ لأن دول أنكروا العبادة لله وصرفوها لأشياء باطلة وخرفوا تماما في هذا الباب، وخرقوا الإسلام خرقا يعني فظيعا بالأقوال الباطلة التي قالوها، وصار هل هؤلاء متأولون؟ ده هدموا أركان الإسلام نفسه، هدموا أركان الإسلام نفسه. ثم ذكر وقال ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنه إذا بلغ الدليل المتأول فيما خالف فيه ولم يرجع، يعني المتأول ده اللي فاهم فهم خاطئ ولم يرجع، وكان في المسألة وكان في مسألة يحتمل وقوع الخطأ فيها واحتمل بقاء الشبهة في قلب من أخطأ فيها لشبه أثيرت حولها أو لملابسات أحاطت بها في واقعة معينة أنه لا يحكم بكفره. هنا المصنف بيشير إن هناك بعض الناس يصل للحجة أو الدليل ولكن قد يتأول في فهم هذا الدليل على اعتقاده الخاطئ وهو وصل له الحجة. لأن احنا دلوقتي هنذكر يا جماعة ان من شروط أو من ضوابط التكفير المعين ان هو تقام عليه الحجة أو تصل ليه الحجة. طب ده وصلت له الحجة ليه؟ لأن بعض الناس يقول لك لا ده هو عارف، ده الشيخ الفلاني ده عارف الدليل وعارف ان قول اهل السنه مثلا كذا، او عارف ان قول الائمه مثلا الكبار كذا وكذا وكذا، او عارف ان قول الصحابه كذا، ولكن هو مع وصول الحجه اليه او الدليل الشرعي هو تاول هذا هذه الحجه وفهم هذه الحجه بطريقه مختلفه عن التي فهمها اهل الاعتقاد الصحيح، فلذلك ايضا فهذا يعذر رغم ان الحجه ايه وصلته. تمام. ولذلك قال ولذلك لم يكفر بعض العلماء بعض المعينين من الجهمية الذين يعتقدون بعض الاعتقادات الكفرية
ولذلك شيخ الإسلام تيمية كان يقول لهم كما ذكر في الهامش، قال: ولهذا كنت أقول للجهمية والحلولية. هو ذكر هذا الكلام في الهامش. الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم، أنا لو وافقتكم كنت كافرا. ليه؟ لأن شيخ الإسلام فاهم أن الكلام اللي بيقوله ده غلط، وفي لو وافقهم في هذا الكلام لا يعذر. طب هم نفسهم معذورين ليه؟ لأنهم فهموا غير الذي فهمه شيخ الإسلام من الدليل. ولذلك لما أقام عليهم الحجة قال: لو قلت بهذا الكلام الذي تقولون سأكون كافر، ولكن لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون بهذه الكلمات لأنكم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم، وأصل جهلهم شبهات عقلية. ده أيضا سنفصله الآن، هنذكر ربنا يسر بس إن شاء الله ندرك الوقت لأن درس اليوم طويل. موقف شيخ أحمد أو الإمام أحمد بن حنبل من الجهمية، موقف أو من المعتزلة، موقف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، موقف شيخ الإسلام تيمية نفسه من المخالفين، هذا يعني إن شاء الله يدرك أو يدركنا الوقت إن شاء الله ونذكره. ومن أجل مانع التأويل كذلك لم يكفر الصحابة الخوارج. وعلى وجه العموم فمسألة مسألة التكفير المعين مسألة كبيرة من مسائل الاجتهاد التي تختلف فيها أنظار المجتهدين، وللعلماء فيها أقوال وتفصيلات ليس هذا موضع بسطها. ولهذا ينبغي للمسلم ألا يتعجل في الحكم على الشخص المعين أو الجماعة المعينة بالكفر حتى يتأكد من وجود جميع شروط الحكم عليه بالكفر وانتفاء جميع موانع التكفير في حقه، وهذا الذي سنذكره الآن. تمام. وذكر يعني لأنه يحتاج إلى اجتهاد من وجهين: الأول معرفة هل هذا القول أو الفعل الذي صدر من هذا المكلف مما يدخل في أنواع الكفر الأكبر أم لا، والثاني معرفة الحكم الصحيح الذي يحكم به على هذا المكلف. يبقى دايما يا جماعة في نقطتين في غاية الأهمية في مسائل التكفير: هل هذا أصلا الفعل مكفر ولا لا؟ ولو هذا الفعل مكفر لما وقع بقى من الشخص المعين هل يكفر به ولا لا؟ وهذا أيضا سنفصله الآن. قال: والحكم على المسلم بالكفر وهو لا يستحقه ذنب عظيم. الأعظم يا جماعة إن الإنسان يكفر إنسان، ولا الأعظم إن هو يخطئ وينسب له الإسلام؟ لو هو أصله مسلم، واحد أصله مسلم، احنا مش بنتكلم الآن دلوقتي في الكفار الأصليين، احنا بنتكلم في واحد بيتسمى باسم المسلمين ولكن فعل فعلا في كفرين. لو أخطأ إنسانا وقال هذا الإنسان لم يكفر، ده أشد ولا إن الإنسان يخطئ وينسب له الكفر وهو ليس كافرا. وبدليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد وعدا شديدا أو وعيدا شديدا على هذا الإنسان الذي يكفر الإنسان المعين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وإلا ارتدت عليه دي العلماء فهموها بعدة يعني فهمات. الفهم الأول إن هي إلا ارتدت عليه يعني ارتد عليه هذا الذنب. بعض العلماء قالوا يرتد عليه الكفر والعياذ بالله، يعني يقول به مصيره في تساهله في تكفير الناس ان هو العياذ بالله يقع هو نفسه في الكفر. ولذلك هذه من المصائب والوعيد الشديد: الا ارتدت عليه او الا حارت عليه كما في بعض الروايات. ولذلك كله فانه يجب على المسلم الذي يريد لنفسه النجاة الا يتعجل في اصدار الحكم على احد من المسلمين بالكفر او الشرك، كما أنه يحرم على العامة وصغار طلاب العلم أن يحكموا بالكفر على مسلم معين أو على جماعة معينة. الموضوع يا جماعة مش 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 رفاهية فكرية ومش طرف فكري ومش مجرد كلمات تطلق في الهواء. يحرم كبيرة من الكبائر أن الإنسان يرمي إنسانا بكفر هو ليس كافر، كبيرة من الكبائر. الذي دل على أنها كبيرة من الكبائر هذا الوعيد الذي ذكر في هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كما أنه يجب على كل مسلم أن يجتنب مجالسة مجالسة الذين يتكلمون في مسائل التكفير وهم ممن يحرم عليهم ذلك لقلة علمه. يعني في مسألة تانية يا جماعة، أن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يبقى إذا رأيت الذين يتكلمون في دين الله عز وجل بالباطل أو يذكرون الأباطيل أو يذكرون الأشياء المحرمة أو يقعون في قول الزور وقول البهتان فلا يجوز لك أن تجالس هؤلاء.
لا يجوز المجالسه ولا يجوز الاستماع ولا يجوز المناقشه والقيل والقال معهم، لان انت ليس عندك من العلم الذي تستطيع ان ترد به الشبهات. ولا يجوز لك ان تاتي ببعض الكتب التي تذكر هذه العقائد مثلا الباطله وتقرا فيها وتقول والله ما افهم الناس بتقول ايه، وانت لم يترسخ عندك بعد العقيده الصحيحه التي تمنعك من الوقوع في هذا الفكر الخاطئ. فهذه مصيبه من المصائب اللي بيقع فيها كثير من الناس، ان هو ياتي بكتاب يقراه لبعض اصحاب يعني الفكر التكفيري او الغلو في التكفير، او ياتي ببعض الشبهات ويقول لك والله نرد ونجاوب ونقول ونروح ليه، لانه درس كتاب ولا قرا يعني بعض الاشياء او سمع بعض الدروس او غير ذلك. فهنذكر بعد ذلك بقى التفصيلات، ويعني هذا الذي سياتي معنا يحتاج الى كتابه منكم وتركيز بعض الشيء. مسألة التكفير بالذنوب، هذه من كما ذكر بعض العلماء فقال هذه أول البدع ظهورا في الأمة. مش مهم ان انت تكتب برايا النقولات اللي احنا هنذكرها عن شيخ الإسلام او ابن القيم او غير ذلك، افهمها واكتب النقاط المحددة. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام، فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. التكفير بيؤدي في النهاية إلى استحلال الدماء واستحلال الأموال. فالتكفير ليس مجرد أمر فكري، ولكن بيترتب عليه عمل بعد ذلك، وهذا العمل يظهر في من تبنوا فكر التكفير أنه بيستحل دماء المسلمين بالقتل، ثم يستحل بعد ذلك أموالهم. ولهذا يقولون كما قال قتلة عثمان: إذا ما كنا قد استحللنا دمه فنستحل ماله. قتلة عثمان رضي الله عنه بعد أن قتلوه دخلوا يعني البيت وجردوا نساء عثمان رضي الله عنه من يعني الذهب ومن مما يعني تتعلق به النفوس من أموال ومجوهرات وغير ذلك، وأخذوا ما في البيت كله من أموال، وقالوا: إذا كنا قد استحللنا دمه فقد أصبح ماله لنا حلال. فهو نفس المنهج ونفس يعني الفكر للأسف. وأول من أظهر التكفير بغير حق هم الخوارج. وكان كثير منهم في جيش علي رضي الله عنه، ثم لما يعني حدث اتفاق ما بين علي رضي الله عنه ومعاوية أن يحكموا كتاب الله عز وجل، خرجت طائفة من جيش علي ورفض ذلك وقال: أنت حكمت الرجال ولم تحكم الله عز وجل. ووصل بهم الأمر أن هم كفروا علي رضي الله عنه. في العصر الحالي بدأت تظهر أو تعود فكرة التكفير بقوة منذ تقريبا بداية الستينات من القرن الماضي، بدأت تظهر أفكار التكفير وتخرج بعض الكلمات التي يظهر فيها تكفير المجتمع ويظهر فيها تكفير الحكام ويظهر فيها تكفير المسلمين وغير ذلك. وهذه يعني ظهرت تحت وطأة الاضطهاد السياسي والأمر الذي كان يحدث قبل ذلك في عديد من الضغط النفسي والفكري على الناس، حتى يصل بهم في النهاية التفكير أنه هو يقول والله مستحيل اللي بيفعل بنا هذه الأفعيل أو الذي يعادي هذه الأفكار التي جئنا بها أن احنا عايزين ننشر الإسلام أو غير ذلك، مستحيل يكون هذا مسلم أو غير ذلك. فيبدأ بإخراج بعض النصوص ويبدأ في إخراج بعض الكلمات التي تكفر الحكام، ثم بعد ذلك يكفر من يتعاونون من الحكام، ثم بعد ذلك يكفر المجتمع الذي رأى الحكام يفعلون ذلك. فوقع في تكفير المجتمع كله بسبب بداية الأمر أن دخل تحت اضطهاد سياسي أو فكري شديد. أسباب ظهور التكفير. أول شيء الجهل بالدين. أول سبب من أسباب ظهور التكفير هو الجهل بالدين. ولذلك فإنه لا يقدم على التكفير بهذه الجرأة اللي نراها في كلام كثير جدا في حب الدين، ولذلك يكفر كل إنسان يعادي فكرة معينة للدين أو يحاول أن يصيب بعض المتدينين أو يعني يظهر بعض خلاف ما يدين به أو غير ذلك، فهو يعني الأمر اتباع هوى. الشيء الثالث التأويل الفاسد، هذا من أسباب ظهور التكفير. والسبب الرابع هو تلبيس إبليس. ولذلك قال علي رضي الله عنه للخوارج: بؤسا لكم، لقد ضركم من غركم. فقالوا: يا أمير المؤمنين، ومن غرهم؟
من غر هؤلاء؟ فقال الشيطان، الشيطان هو الذي غر هؤلاء، وأنفس بالسوء أو أنفس أمرتهم بالسوء. ذكرنا قبل ذلك مسألة تقسيم الكفر إلى كفر أكبر وكفر أصغر وغير ذلك. غالب الفرق التي ضلت في مسألة التكفير بالذنوب أو مسألة التكفير بالكبائر أو غير ذلك وقعوا في خطأ هام، خطأ محوري في فهم مسمى الإيمان وفهم معنى الإيمان. لما تكلمنا عن معنى الإيمان قبل ذلك سواء في هذا الشرح أو قبل ذلك لما مر معكم في العقيدة في السنة الماضية، تكلمنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان هو قول إيه؟ باللسان وعمل بالأركان وإيه؟ وتصديق بالجنان. وقلنا أن عقيدة أهل السنة أن الإيمان إيه؟ يزيد وينقص، وأنه إيه؟ يتبعض أو يتجزأ، وأن الكفر أيضا كما أن الإيمان شعب كذلك أيضا الكفر شعب، الكفر شعب، والمعاصي هي شعب هذا الكفر، كما أن الطاعات هي شعب الإيه؟ الإيمان. والنصوص دلت على ذلك، الإيمان 60 شعبة أو الإيمان 70 شعبة، علىها إيه؟ لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. فدل ذلك على أن أيضا شعب الكفر، يعني أعلى هذه الشعب والعياذ بالله هو الكفر بالله عز وجل، وأقل بقى هذه الشعب هي المعاصي التي تكون من قبيل الصغائر وغير ذلك. وقعت فرق الخوارج والمعتزلة والغلاة في باب التكفير في خطأ كبير في فهم الإيمان، أنهم لا يؤمنون أن الإيمان يتجزأ ولا يتبعض، فإذا ما ذهب بعض الإيمان ذهب كل الإيمان. يبقى معنى ذلك لو واحد أذنب ذنبا من الكبائر يبقى معنى ذلك أنه وقع في إيه؟ وقع في كفر عندهم. واستدلوا على ذلك ببعض النصوص التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الذنوب ووصفها بأنها كفر، فقاسوا بقية الذنوب الأخرى على هذه الذنوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يبقى كل الكبائر يكفر بها من يقع فيها، وطبعا هذا فهم خاطئ. ولذلك استدلوا مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، استدلوا بذلك على أن الذي يقاتل الإنسان المؤمن أو المسلم كافر لأنه فعل كبيرة يبقى يكفر، وقاسوا على ذلك أحاديث، ذكروا أحاديث أخرى منها أن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، واستدلوا بغير ذلك من الأدلة التي لم يستطيعوا أن يجمعوها مع نصوص الإيه؟ افتكروا بقى المقدمة اللي احنا قدمناها في الأول في أصول أهل السنة والجماعة، وسطية أهل السنة والجماعة أنهم يجمعوا ما بين نصوص إيه ونصوص إيه؟ نصوص الوعد ونصوص الوعيد. الخوارج تمسكوا بنصوص إيه؟ الوعيد. الجهمية والمرجئة تمسكوا بإيه؟ بنصوص الوعد. فالمرجئة عندهم أن كل الناس زي بعض، الملائكة زي الإنسان، زي أفسق إنسان في الكون زي إيمانه بالضبط زي جبريل، وأدنى إنسان في الإيمان إيمانه زي الأنبياء والمرسلين، ولا يضر مع الإيمان ذنب. الخوارج عندهم لا، العكس تمام، إن الإنسان إذا ما فعل كبيرة فقد خرج من الإسلام بالكلي. والقريب من الخوارج في هذا الفهم الإيه؟ المعتزلة، ولكن مع فارق قد تدرسونه في مرحلة أخرى. طيب، هل عقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة يكفر ولا لا؟ مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة لا يكفر، وحتى ولو وردت بعض النصوص بتسمية بعض الكبائر كفرا فهذا ما ذكرناه قبل ذلك أن الكفر منه كفر عملي وكفر اعتقادي، منه كفر أكبر وكفر إيه؟ أصغر. فدل ذلك على أن بعض المسميات التي تأتي في النصوص النبوية على أنها كفر، أو حتى في بعض الآيات كما تكلمنا في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أن كل هذه الإطلاقات لا تعني دوما الكفر الأكبر. ولذلك لو قرأنا قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، نجمعه مع قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا إيه؟ بينهم. يبقى في هذه الحالة وصف الله عز وجل المتقاتلين من المؤمنين بإيه؟ بالإيمان، صح؟ ربنا قال إيه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لم ينفي عنهم الله عز وجل وصف الإيمان، فأثبت الله عز وجل لهم الإيمان مع إثباته التقاتل بينهم، فدل ذلك على أنه لم ينزع عنهم مسمى الإيمان وظلوا على الإيمان.
كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والله سبحانه وتعالى قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف، في القصاص. فسماه الله سبحانه وتعالى إيه؟ أخوه، سمي أخا في هذه الآية. طب الأخ ده يبقى ثبت للإيمان ولا نفي عنه الإيمان؟ ثبت له الإيمان بدليل أن الله عز وجل سماه أخا. يبقى شيء مهم هنا أن هذه النصوص لا تفهم على الكفر الأكبر المخرج من الملة. ولذلك عندنا نصوص وأدلة أخرى إذا ضمناها علمنا أن القتال سمي كفرا، ولكن ليس هو الكفر المخرج من الملة، ولكن لا نستطيع أن ننفي عنه المسمى الذي سماه الله عز وجل. ولذلك إحنا ذكرنا هذا الكلام قبل ذلك في مسألة الحاكمية، إنه لا نستطيع أن نقول أن الذي لا يحكم بما أنزل الله عز وجل يعني خارج من قول الله عز وجل ولم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولكن هو كفر دون كفر، منه الكفر الأكبر كما فصلنا، ومنه الكفر الأصغر كما ذكرنا ذلك في موطن. ولذلك ذكر بعض العلماء فقالوا: لو كانت الكبائر تكفر صاحبها لما كان هناك فائدة، ولما كان هناك حكمة أن يكون حد الكبائر مختلف عن حد الردة، صح ولا لا؟ فاهمين دي يا جماعة؟ يعني حد الزنا أو حد الخمر أو حد السرقة، هل هو نفس حد الردة؟ طب ليه؟ طب ما هما الاثنين بقى على قول هؤلاء يعني في ذلك أنهم يكفرون. طب ما كان يبقى حد واحد كله، واللي يفعل كبيرة زي اللي بيرتد وبيترك الدين بالكلية وكله يقتل. ولذلك دل هذا على أن فاعل الكبيرة جزاؤه في الدين مختلف عن تارك الدين أو الذي ارتد عن الدين أو الذي أشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء دوما يكثرون من قول كلمة المرتدين أو المبدلين أو غير ذلك. طب هم سبحان الله لو مرتدين ومبدلين لأنهم فعلوا بعض الكبائر، فيبقى سبحان الله أين حكمة الله عز وجل في التفريق بين هؤلاء في الحدود، وكان كلهم يقتلوا وينتهي الأمر يكون حد واحد وخلاص. فهذا كما ذكره بعض العلماء. ولذلك فالذنوب عامة والمعاصي عامة هي شعب من شعب الكفر، ولكن الكفر في نفسه ينقسم إلى كفر عملي واعتقادي وكفر أكبر وكفر إيه؟ أصغر. الكفر الأصغر لا يخرج به من الملة، وهو فعل أكبر من الكبائر كمان، زي يعني كما ذكرنا قبل ذلك في مسألة الحاكمية أنهم في منزلة أكبر والعياذ بالله في الإثم من الكبائر، ولكنه لو حكم بيعني غفلة أو شهوة أو خوف أو ضغط عليه أو غير ذلك، وهو مع احترامه ويعني ذكره أن الشريعة هي الأولى وأن الدين ينبغي هو الذي يقام وأنه ينبغي أن يحكم بين الناس بقول الله عز وجل وقول الرسول، أن هذا وقع في الكفر، ولا نستطيع أن ننفي عنه المسمى الذي سماه الله عز وجل، ولكن لا نستطيع أن نخرجه من الدين بالكلية. طيب عندنا في هذه المسألة مسألة إطلاق الكفر على بعض الذنوب. عندنا في هذه المسألة قولين للعلماء. بعض الحديث أنت تقرأه تجد وصف النبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا ذكرنا الآية سباب المسلم فسوق وقتال وكفر ولا ترجعوا بعضي كفارا وغير ذلك، تجد هذه النصوص وما على شاكلتها من ليس مثلا من غشنا فليس منا، وليس منا من فعل كذا، أو من تعلم الرمية ثم تركه فقد كفر بنعمة الله، وغير ذلك من النصوص التي يذكر فيها نفي إثبات الكفر أو يعني إخراج هذا من التبعية للمسلمين أو التبعية للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعلماء فهموا هذه النصوص على فهمين: الأول أن هذه النصوص كما فهمها الإمام الزهري رحمه الله تعالى والإمام أحمد بن حنبل قالوا نمرها كما جاءت زي ما هي. ولذلك ذكروا يعني أثرا عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى أنه لما سئل في ذلك قال الله عز وجل أو قال من الله عز وجل العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ورد ان فعل كذا كفر نمسك. طب هو كفر اكبر يمسك ولا يتكلم ولا يذكر هو كفر اكبر ولا كفر اصغر. طب ليه هذا المذهب ذهب اليه الامام الزهري والامام احمد؟ كنوع من الوعيد للناس ان هو لما يذكر امام الانسان الغشاش ليس منا او من غشنا فليس منا فيخاف،
ان هو العياذ بالله يعني يخرج من مسمى المؤمنين. ولو ذهبنا ورحنا نفصل له الكلام يقول لك يا عم ده مش مشكله بقى يعني ده بسيطه يعني الواحد يبقى يكفر عنها باي حاجه. ولذلك هم ذهبوا الى ذلك من باب احتفاظ نص الوعيد بالرهبه التي جاءت فيه. طيب عندنا بعض القواعد والضوابط في التكفير يا ريت نكتبها. القواعد والضوابط دي معناها ان هي بتلم لك الباب كاملا. بعد ذلك التفصيلات. فاول شيء لا يثبت التكفير الا بالدليل الشرعي. لا يثبت التكفير الا بالدليل الشرعي. لان الكافر من كفره الله ورسوله. يبقى لازم اي فعل ان احنا نثبت ان هذا الفعل كفر نجيب عليه ايه؟ دليل شرعي، نص شرعي. الشيء الثاني في هذه القواعد لا يحكم في التكفير او لا يحكم في التكفير الا العالم بالأدلة الشرعية. لا يحكم في التكفير الا العالم بالأدلة الشرعية. الشيء الثالث لابد من تعلم احكامه والتفقه فيه لانه من الاحكام الشرعيه. زي ما احنا بنهتم ان احنا نتعلم الفقه الطهاره والصلاه لازم ان احنا نتعلم احكام الكفر الاكبر والشرك الاكبر والنفاق الاكبر وغير ذلك حتى لا نقع فيه. لابد من تعلم احكامه والتفقه فيه لانه من الاحكام الشرعيه التي لها ارتباط بعديد من الاحكام. الاحكام الشرعيه اللي هي مترتب عليها الكفر والايمان دي ليها ارتباط باحكام شرعيه كثيره كالنكاح، هل يجوز مناكحه هذا الرجل ام لا؟ او هذه المراه ام لا؟ يعني اكل ذبيحه هذا الرجل، هل هذا الرجل ممن بقي على اسلامه ام والعياذ بالله وقع في فعل كفر فلا يجوز يعني انه لو حكم عليه بالرده لا يجوز اكل المرتد او ذبيحه المرتد، لا يجوز اكل ذبيحه المرتد. فلذلك فهناك ارتباط بعديد من الاحكام بناء على احكام الايمان والكفر. كذلك ايضا انه من الضوابط انه لا يصح مجاوزه الحد الشرعي فيه. لا يصح مجاوزه الحد الشرعي فيه لا بالافراط ولا بالتفريط. لا نقع بالإفراط كما فعلت الخوارج ولا التفريط كما فعلت إيه؟ المرجئة. الشيء الخامس أنه ينبغي التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. التكفير المطلق الأحكام اللي احنا ذكرناها في خلال الكام درس الماضي. التكفير المعين اللي احنا هنذكر ضوابطه ان شاء الله له. الضابط السادس التوقف في تكفير المعين. التوقف في تكفير المعين حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. الشيء الأخير أن أحكام الكفر في الدنيا تجري على الظاهر. أحكام الكفر في الدنيا بتجري على الظاهر. يعني إيه يا جماعة؟ يعني من أظهر الكفر جرى عليه أحكام الإيه؟ الكفر. طيب من أظهر الإسلام جرت عليه أحكام الإسلام. واحد بيصلي وبيصوم وبيفعل الفرائض مالناش دعوه بيبطن إيه؟ هلا شققت عن قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احكام الكفر في الدنيا بتجري على الظاهر، فمن اظهر الكفر وتوفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فانه يكفر، يقام عليه هذا الحكم من العلماء الشرعيين ويكفر. يبقى هذه القواعد والضوابط في التكفير في غايه الاهميه. يا ريت ان القواعد دي تحفظ زي اسمنا ده، ملخص الباب يعني خلاصة الباب كلها في هذه القواعد اللي احنا ذكرناها. طيب هل كل من قام بالكفر المطلق يستوجب الكفر؟ اي واحد قام بالكفر يا جماعة يستوجب الكفر ولا لا؟
ولا ينبغي ان هو تقام عليه الحجه والشروط اللي احنا تكلمنا عنها؟ يبقى في شروط هنذكرها كمان دلوقتي بالتفصيل، ولكن طب لما نيجي نذكر هذه الشروط ايه الدليل؟ محتاجين ان احنا نذكر بعض الادله، وفي كام دليل هنا دول عمده الباب. الادله دي ينبغي ان انت تحفظها. هنذكر ادله هنا، وبعد كده ان شاء الله لما ياتي معنا باب الولاء والبراء هنذكر دليل في غايه الاهميه ايضا، وهو دليل حاطب بن ابي بلتعه، ولكن نكتفي بهذه الادله الان في هذا الموطن. الدليل الاول ان نعم دي الادله، هل كل من قام بالكفر المطلق يستوجب الكفر؟ الاجابه لا. طب ايه الدليل؟ ليس كل من قام بالكفر المطلق يستوجب الكفر او يحكم عليه بالكفر. طب ايه الدليل الشرعي على ذلك؟ هات لي ادله من الشرع ان بعض الناس قاموا ببعض الافعال امام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم عليهم بالكفر. النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه معاذ من الشام، اكتب الحديث ده احفظه. لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. الفعل ده نفسه يا جماعة كفر ولا لا؟ السجود صرف عبادة لغير الله عز وجل بهذه الطريقة لا يجوز، وهو محرم بالاتفاق والإجماع. أول شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ يبقى شوف الأول، لازم أي إنسان وقع فيه الكفر يسأل الأول: أنت فعلت ده ليه؟ قصدك إيه؟ ما هذا يا معاذ؟ وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في حديث حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل إلى قريش برسالته: ما هذا يا حاطب؟ نفس الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن يستفصل عن نية الفاعل: أنت عملت كده ليه؟ قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافيتهم، لقيت الناس الشوام هناك النصارى بيسجدوا يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي، قلت والله يعني أحق من يفعل به ذلك النبي، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. يسجد لي الأساقفة والبطارقة لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الأول استفصل عن فعل فعلت كده ليه، وعشان يعرف هل يحكم عليه والعياذ بالله بالكفر أم يحكم عليه بأنه جهل هذا الحكم فعله على سبيل التعظيم وليس على سبيل العبادة. الدليل الثاني في صحيح البخاري ما روته الربيع بنت معوذ رضي الله عنها. الربيع بنت معوذ قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني عليه، لما تزوجت الربيع وكأنه جاء يحضر يعني هذا العقد أو غيره، فجلس على فراشي، بتقول للراوي: مجلسك مني، فجلس على فراشي مجلسك مني، نفس مكانك كده بالضبط. فجعلت جويريات، بنات صغيرات، فجعلت جويريات يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. إذ قالت إحداهن، واحدة فيهم وهي بتنشد، قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد. ادعاء علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم كفر ولا مش كفر؟ كفر. ادعاء علم الغيب لغير الله عز وجل حتى ولو نبي، قل لو كنت أعلم إيه الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولي. إلغي الكلمة دي خالص ما تقوليهاش، وقولي بالكلمات اللي أنت كنت بتقوليها قبل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرها، لأنه من طبيعة حالها علم أن هذه جاهلة بالمعنى وأنها لا تقصد هذا المعنى. دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولي، ولم يكفرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، اسمعوا لهذه الكلمات: فقد يكون الفعل
أو المقالة كفرا، ويطلق القول بالتكفير، الفعل أو المقالة كفرا ويطلق القول بالتكفير لمن قال هذه المقالة أو فعل ذلك. يعني يطلق القول بالتكفير يعني إيه؟ يعني من فعل هذا الفعل أو من قال هذا الفعل فقد فعل فعلا كفريا أو قد قال قولا كفريا. ويقال من قال كذا أو فعل كذا فهو كافر بغير تعيين، لكن الشخص المعين الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا الأمر مضطرد في نصوص الوعيد. الكلام ده في كل نصوص الوعيد عند أهل السنة والجماعة، فلا يشهد على معين من أهل القبلة بأنه من أهل النار لجواز ألا يلحقه لفوات شرط أو لثبوت مانع. شوف كلام شيخ الإسلام تيمية في غاية الدقة. طيب، طب من ثبت في حقه أنه فعل فعلا كفري أو قال كفرا قولا كفري، وثبت في حقه ضوابط الحكم بالتكفير وانتفت عنه الموانع وثبتت الضوابط عليه وأقيم عليه الحجة، تمام، وجادل في هذه الحجة إن هو بيرفض أصلا هذه الحجة ويجحد هذه الحجة، وقام بهذه الحجة عليه أهل العلم، يبقى يكفر ولا لا يكفر؟ يكفر. إحنا لا قلنا لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، مدام قام بإقامة الحجة عليه من عنده العلم الشرعي من أهل العلم وقامت عليه الحجة وفهم هذه الحجة وجحد هذه الحجة، يبقى ده أمر مختلف، يبقى يحكم عليه بالكفر في هذا الموقف. طيب، بيان شروط تكفير المعين، اكتب هذه الكلمات: لابد من استيفاء الشروط قبل الحكم على معين بالكفر، لابد من استيفاء الشروط قبل الحكم على معين بالكفر. المشكلة لو أنا خطي كويس كنت اديتكم الكلمات الكلام ده تكتبوه، ولكن للأسف لو صورتوه مش هتعرفوا تقروا. بس فالشرط الأول أن يكون المعين بالغا عاقلا، الشخص ده اللي هو اسمه فلان أو علان أو سين أو صار من الناس يكون بالغ وعاقل. الشرط الثاني أن يقع منه الكفر، أن يقع منه الكفر اختيارا ومختار أصلا لهذا الفعل مش مكره مثلا عليه. الشرط الثالث أن تبلغه الحجة التي يكفر بخلافها، أن تبلغه الحجة التي يكفر بخلافها. الشرط الرابع ألا يكون متأولا، الشرط الخامس وده في غاية الأهمية أن يكون الفعل أو القول كفرا، الفعل أو القول نفسه اللي هو قام به أو فعله كفر، قامت الحجة أنه كفر، قامت الحجة والدليل الشرعي على أن هذا الفعل أو هذا القول كفر. طيب، موانع تكفير المعين، دي الشروط، شروط تكفير المعين اللي احنا هنذكرها دلوقتي. الموانع هي قريبة انت تقدر تعكسها اصلا، موانع تكفير المعين. الموانع في تكفير المعين دي هنقسمها الى ثلاثة اقسام: موانع في الفاعل نفسه، موانع في الفعل، موانع في الثبوت. موانع في الفعل، في الفعل، في الثبوت. اول شيء موانع في الفاعل، الفاعل اللي هو اللي وقع، الإنسان اللي وقع في هذا الفعل الكفري أو القول الكفري. موانع في الفاعل وهي تنقسم إلى أو يطلق عليها أسف الأصوليين ابتداء العوارض الأهلية، يطلق عليها الأصوليون
العوارض الأهلية، وهي تنقسم إلى عوارض مكتسبة مكتسبة وعوارض غير مكتسبة. يعني إيه غير مكتسبة يا جماعة؟ نبدأ بغير المكتسبة الأول. حاجة مش بقصده، عارض مش بقصده. وهذا كالصغر والجنون، هذا كالصغر والجنون، فهذا عارض صرف عنه الكفر، تمام؟ واحد طفل صغير فعل فعلا كفريا لا يحكم عليه بالكفر لأنه صغير، ورفع القلم عن ثلاث منهم الصغير حتى يكبر أو حتى يحتل. يبقى دي عوارض إيه؟ غير مكتسبة. يعني إيه؟ فاهمين يعني إيه غير مكتسبة؟ حاجة يعني هذه سماوية كما أطلق عليها بعض الناس، ده قدر نزل إن هو ده صغير، طفل صغير، أو هذا الإنسان مجنون مثلا، أو يعني عنده شيء في عقله يمنعه عن التصرف بالعقل الكامل. لا مش فطرية، فطرية ده شيء تاني. طيب العوارض المكتسبة، مسألة الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق اللي هو بيطلق على الإيمان الكامل، تمام؟ ومطلق الإيمان يطلق على أصل الإيمان الذي إيه معه، على أصل الإيمان الذي إيه معه، عشان تكون واضحة برضو إيه وما يحصلش فيها لبس. إحنا وصلنا لغاية فين؟ كنا بنتكلم فيه في الإيه؟ العوارض المكتسبة. يبقى إحنا تكلمنا عن موانع التكفير المعين، قلنا موانع فيه الفاعل، منها العوارض المكتسبة وغير المكتسبة. طب إيه هي العوارض المكتسبة؟ تكلمنا عن العوارض غير المكتسبة. العوارض المكتسبة هي التي للعبد فيها نوع اختيار، في اكتسابها أو ترك إزالتها. يعني مثلا كالجهل، هذا عارض مكتسب. كالسفه، كالخطأ، كالهزل، واحد بيضحك بيهزر وهو بيتكلم قال كلمة كفرية، ده شيء مكتسب. كالتأويل، هذا يدخل أيضا في العوارض المكتسبة. كالإكراه، أدخله البعض في العوارض المكتسبة. الموانع من التكفير الشق الثاني أو الشيء الثاني، موانع في الفعل. موانع في الفعل، هيبقى أول شيء من الموانع أن هذا الفعل أو القول غير صريح في الدلالة على التكفير، أن هذا القول أو الفعل غير صريح في الدلالة على التكفير، أنه مش فعل أو قول كفري أصلا، يبقى ده مانع في الفعل. كون المسألة نفسها، ممكن هذا يكون مانع في الفعل أيضا، كون المسألة نفسها مختلف فيها من المسألة وليس فيها دليل قطعي على إثبات كفر فاعلها أو قائلها، من المسائل الخلافية، فهذه أيضا تدخل في الموانع في الفعل. قد يطلق البعض عليها أنها كفر والبعض الآخر لا يقول أنها كفر، فلا يكون عليها دليل قطعي على إثبات الكفر فيه. المانع الثالث هو موانع في الثبوت. يعني إيه موانع في الثبوت بقى يا جماعة؟ موانع في الثبوت يعني ألا يكون قد ثبت يقينا على الفاعل نفسه، على الفاعل إن هو قال أو فعل قولا أو فعلا كفريا. يعني بيقال ان فلان قال كذا، نقول ان فلان فعل كذا، ولم يثبت يقينا انه فعل او قال كذا، ولم يتحقق ويتثبت من قوله او من فعله. طيب هنذكر بعض الأدلة في شروط تكفير المعين، يعني بحيث ان انت يكون كل شرط تقريبا معك دليل شرعي فيه. هو الشروط دي يا جماعة نصوص شرعية ولا استنباطا من الأدلة؟ استنباط، صح؟
يبقى انا لازم لما اكون بقرا هذه الشروط او هذه الموانع اكون عندي دليل مرتكن ليه وثابت عليه. كالشرط الاول اللي احنا ذكرناه ان يكون المعين بالغا وعاقلا. ايه الدليل؟ كلنا حافظين الدليل. دليل ايه؟ رفع القلم عن ثلاث. رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل او يفيق، لغايه ما يرد لي عقله ويعني يستطيع ان هو يميز ما بين الاشياء. ولذلك النووي رحمه الله تعالى علق على هذا الحديث فقال: فلا تقع ردة صبي او مجنون. صبي مسك المصحف راح دايس عليه لا يكفر. اي نعم الفعل ساعتها يعلم الطفل، ده شيء تربوي مختلف عن الحكم الايه العقدي في المساله. الشرط الثاني وهو ان يقع القول او الفعل المكفر من المعين اختيارا. نعم لا، ما احنا بنقول الادله بقى عليه. الادله. طب ايه الدليل على ذلك يا جماعه؟ المكره، ان المكره نفسه اجاز له الله سبحانه وتعالى، فقال الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والدليل الآخر على ذلك أيضا أن المغلق عليه من شدة الفرح أو من شدة الغضب لو قال أو فعل فعلا كفريا لا يكفر بذلك، ولا يكون قد فعل هذا الفعل اختيارا منه عن إرادة منه، ما ثبت في الرجل الذي ضلت راحلته. اللهم فقال ايه؟ اللهم اني ربك، اللهم انت عبدي وانا ربك. اخطا النبي صلى الله عليه وسلم راح قال ايه؟ اخطا من شده الفرح. ولم يحكم على هذا الرجل الذي نسب العبوديه لله عز وجل ونسب الربوبيه له ان هو كفر. ليه؟ لانه اخطا من شده الفرح، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، اخطا من شده الفرح. يبقى هذا لم يفعل الفعل او قال القول اختيارا منه. طيب الشرط الثالث وهو قيام الحج على الشخص المعين قبل تكفيره. ايه الدليل؟ قول الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قيام الحج على الشخص قبل ان يكفر: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والدليل الثاني احنا ذكرناه المره السابقه لو تذكروه: ومن يشاقق الرسول ايه؟ من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فالله سبحانه وتعالى قال ايه؟ من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما ظهر له الهدى ووضحت له الحجة وعلم الدليل على هذا الفعل او على هذا القول. الدليل الرابع الا يكون متأولا. ما احنا لسه ما جبناش شيء. تمام؟ طيب بماذا تقوم الحجة يا جماعة؟ مسألة مهمة جدا. هل تقوم الحجة بوصول الدليل بس ولا بفهم الدليل؟ فهم الدليل. الأصح إن هي بفهم الدليل. العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن تقوم الحجة عليه ببلوغها إياه. وقال يعني ببلوغ العبد للحج، وهذا القول قاله كثير من كبار العلماء، من يعني كثير من الكبار قالوا ذلك. ولذلك يعني قال هذا القول شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن العربي المالكي، قالوا إن الحجة تقام على العبد بمجرد بلوغ الحجة إلى العبد، وصل الدليل يبقى قامت عليه الحجة. ولكن قول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه لا تقوم عليه الحجة أن تقوم أنا آسف القول الأول اللي احنا ذكرناه اللي هو تقوم عليه الحجة ببلوغه وفهمه، ده اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن العربي المالكي. القول الثاني اللي قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه تقوم عليه الحجة ما دامت قد بلغته فقط، وصل له الدليل يبقى قامت عليه الحجة. يبقى القول الأول اللي قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن العربي المالكي إن هو وصل له الحجة وفهم الحجة. القول الثاني إن هو لا، مجرد بس إن هو وصلت له الحجة فقط، وصل له الدليل فقط. القول الأرجح هو إن هو يفهم
يفهم. ليه؟ لان عدم الفهم نوع من انواع يا جماعه الخطا. والله سبحانه وتعالى تجاوز عن الخطا والنسيان، عفي عن امتي الخطا والنسيان. فلذلك الخطا والنسيان يدخل فيها عدم الفهم، وعدم الفهم هذا نوع من انواع الخطا وهو اولى من النسيان. ولذلك هذا القول هو الذي يعني مال اليه البعض رحمكم الله. ولذلك شيخ الإسلام تيمية في بعض أقواله يقول: وهذه الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون، شوف شيخ الإسلام سبحان الله دقيق جدا، شيخ الإسلام اللي بيتهم بالتكفير وبالإرهاب وغير ذلك، هذا الرجل لو أخذ كلامه سبحان الله لزالت هذه الأخطاء من فهم كثير من الناس. فيقول: وقد تكون بلغته ولم تثبت عندهم، يعني ممكن يكون وصل له الدليل بس يقول لك لا ده الدليل ده ضعيف والدليل ده مش صحيح، ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات، عرضت عليه شبهات في فهم هذه المسألة فلم يتمكن من فهم هذه الحجة الفهم الصحيح ووقع في الفهم الخاطئ، فقال: فيعذره الله بها. شوف سبحان الله، يعني قمة الفهم الدقيق من شيخ الإسلام تيمية أنه ممكن يكون عنده شبهات، ممكن يكون تأول، ممكن يكون فاهم فهم خاطئ، ده كله يعذر بها سبحان الله ولا يقع في الكفر ولا يحكم عليه بالكفر. قال: فمن كان من المؤمنين، فمن كان من المؤمنين دي ترجعنا بقى للضابط اللي احنا حطناه في التأويل، فاكرينه ان هو اصلا يكون مسلم اصلا. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق واخطأ فان الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء في المسائل النظرية او العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الشرط الرابع: ألا يكون الشخص متأولا. طب إيه الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك عموم الأدلة الدالة على العذر بالخطأ. ليه؟ لأن التأول ده نوع من أنواع الخطأ، التأول ده نوع من أنواع الإيه؟ الخطأ. فعموم الأدلة في الشريعة التي دلت على أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العبد بخطئه تدل على أنه لو تأول أو فهم فهما خاطئا فإن الله عز وجل لا يؤاخذه بذلك. والأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم، عموم الأدلة الدالة على تجاوز الله سبحانه وتعالى عن الخطأ. ولذلك ورد في صحيح البخاري أن خالد بن الوليد رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض القبائل فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، وراحوا يقولون صبأنا صبأنا، ما عرفوش يذكر. ليه؟ لأن كان بيقال على النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ، ولم يكن يقال عليه النبي أو غير ذلك، فهؤلاء فهموا أنهم إذا ما أرادوا أن يدخلوا في الإسلام يقولوا صبأنا صبأنا. فراح خالد يقتل فيهم ويأسر، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لأن خالد فعل هذا الفعل يا جماعة متأول وأخطأ. فلما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم، تبرأ من خالد ولا من فعل خالد؟ تبرأ من الفعل ولم يتبرأ من خالد نفسه. ليه؟ لأنه تأول وأخطأ في ذلك. وإحنا ذكرنا قبل ذلك الضوابط التي يعذر بها في التأويل. فضل. معنى التأويل، معنى التأويل أنه يفهم المسألة فهم خطأ. لا، التأويل هنا فاكر لما احنا قلنا التأويل لمعاني كثير، التأويل هنا معناها ان هو يفهم الفهم خطأ من او يفهم الحديث مثلا او الآية او الدليل فهم خطأ فتأول في فهم ذلك. طيب احنا في بعض يعني مسائل كثيرة، ولكن عشان حتى لا يطول عليكم الوقت، صور من قيام الحجة ده لو اتكلمنا فيها طول بينا الوقت، صور من قيام الحجة، ولكن هذا يعني قد يطول بنا الوقت وفي الكلام فيه، ولكن لذلك آخر ما هنختم بنختم به الكلام، وقد يكون معنا إن شاء الله جزء متبقي في المرة القادمة. أنا كان نفسي إن احنا نخلص
هذا المبحث اليوم، ولكن ان شاء الله هي فرصه ان انتم تسمعوا الدرس مره ثانيه، بحيث حتى ان شاء الله المره الجايه اللي ما كانش فاهم شيء نعيده مره ثانيه قبل ما نتكلم في مبحث النفاق. ولكن اخر حاجه هنختم بيها النهارده ذكر بعض النماذج والامثله من سير ائمه السنه في عدم تكفير بعض المعينين لتخلف شروط التكفير عنهم. نماذج من شيخ الاسلام ابن تيميه او شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب او الامام احمد بن حنبل. من اشهر هذه المواقف موقف الامام احمد بن حنبل. الموقف ده لازم تحفظه. الامام احمد بن حنبل ثلاثه من الخلفاء العباسيين اضطهدوه وعذبوه، المامون والمعتصم والواثق. المامون والمعتصم والواثق عذبوا وتاثروا بمذهب المعتزله في قول بان القران مخلوق، وسجنوا الامام احمد وعذب تعذيبا شديدا وجلد جلدا شديدا حتى يغير قوله في ذلك، فلم يغير. ومع ذلك سبحان الله رغم انه سجن وعذب هذا التعذيب الشديد الا انه لم يكفر احد هؤلاء، لم يكفر احدا من هؤلاء الخلفاء، بل كان يعني يذكر في ذلك فيقول كل من ذكرني فهو في حل، كل اي حد فعل فيها شيء فهو في حل، الا مبتدعا، الا واحد كان يؤصل عن هذه البدعه، وهو يقصد بها هذا العلماء الذين كانوا يغرون الخلفاء بهذه الافهام والاقوال الخاطئه. قال كل من ذكرني فهو في حل الا مبتدعا، وقد جعلت ابا اسحاق يعني المعتصم قال وقد جعلت ابا اسحاق في حل، ورأيت الله سبحانه وتعالى يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وقال وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم في سبيلك. يبقى معنى ذلك أنه وصفوا بإيه؟ وصفوا بالإسلام ووصفوا بالأخوة، ومع سبحان الله هو الذي عذبه وسجنه وممكن كاد أنه يقتل في هذه المحنة، ومع ذلك سبحان الله لم يكفره. هذا عجيب سبحان الله من فهم الإمام أحمد بن حنبل، رغم أن الإمام أحمد نفسه، ولذلك في رسالة جميلة جدا وهي حوالي 90 صفحة لو تقرؤوها اسمها أثر المحنة في أظن أثر المحنة في الإمام أحمد أو في منهج الإمام أحمد. الرسالة دي صغيرة جدا ولكن بيذكر فيها إزاي الإمام أحمد تغير قوله في بعض العلماء الذين تغير قولهم في المحنة، كيحيى مثلا بن معين وعلي بن المدينة وغير هؤلاء من العلماء الكبار من أئمة الحديث، لما يعني فتنوا في ذلك بالإكراه واضطروا إلى قول يعني غير الحق في ذلك وغير الصواب في ذلك، كيف تغير منهجه منهم وأنه كان لا يسلم عليهم ولا يكلمهم وهجرهم وترك التحديث عنهم، ولكن في نفس الوقت لم يذكر أنه كفر هؤلاء الذين قد أكرهوا ولم يكفر هؤلاء الذين أكرهوه هو نفسه على ذلك، ولكن الوحيد الذي لم يجعله في حل هؤلاء الذين كانوا يؤصلون لهذه البدعة والذين كانوا يجادلون عن هذه البدعة من العلماء الذين كانوا يؤذون ويغرون الخلفاء بهذه البدعة. شيخ الإسلام تيمية قال ومع هذا فالإمام أحمد ترحم عليهم واستغفر لهم بأنهم واستغفر لهم وقال لأنهم لم يبن لهم أنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاحدون لما جاء، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال ذلك. ده فهم الشيخ الإسلام تيمية لما حدث. كانوا مؤولين الخلفاء اللي هم الثلاثة، كانوا مؤولين ولا أخطأوا الفهم؟ أخطأوا الفهم. هي أخطأوا الفهم، هم تأولوا في ذلك وأخطأوا الفهم، وكان عندهم من العلماء من يثقون فيهم إن هم قالوا لهم إن ده القول الحق وده القول الصواب، ودول ليسوا علماء، فهم فهموا إن هؤلاء هم الذين معهم الحق وأن الإمام أحمد مخطئ في ذلك وأن عليه أن يتراجع لقول هؤلاء الذين وثقوا فيهم. من هؤلاء ايضا شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. احنا ذكرنا موقف شيخ الاسلام تيمية من المخالفين في النقل اللي هو المصنف نفسه نقله في الهامش، ان هو القول ولهذا كنت اقول للجهميه من الحريه والنفاة الذين نفوا ان الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم، هذا القول الذي ذكر في التعليق. شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب الذي يرمى بالتكفير وانه من الخوارج وغير ذلك كان يقول واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. ليه؟ لأن بعض الأخوين كانت قيلت عليه أنه كان يكفر من لا يأتي إليه ويبايع
البيعة عنده وعنده يعني من تولوا الإمارة والحكم في ذلك الوقت. فلذلك فقال فإذا كنا لا نكفر هؤلاء الذين فعلوا هذه الأفعال الكفرية لجهلهم فكيف نكفر هؤلاء الآخرين الذين لم يأتوا ويبيعون. فهذا ينفي عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تهمة أصلا إلصاق التكفير بهؤلاء الناس. ويقول رحمه الله تعالى ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم فهذا من بهتان الأعداء. ما ذكر عني أن يكفر بالعموم يعني يكفر المجتمعات ويكفر الناس جميعا هذا من بهتان الأعداء. هنكمل إن شاء الله المرة القادمة ويعني آسف للتأخير والإطالة عليكم في هذه المرة، ولكن ياريت أن أنتم تقرأوا الدرس مرة تانية وتسمعوه، لو في شيء مش واضح نبينه ونوضحه إن شاء الله المرة القادمة. وقولوا قولي هذا وأستغفر الله ليكم.